مرحب بكم جميعا الكرام، وهذه المتابعة المستمرة لمجريات انتخابات مجلس النواب. هذه الانتخابات التي أجريت مرحلتها الثانية على مدار يومين، الأمس واليوم، وذلك في 13 محافظة مصرية، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. ومن المقرر أن تعلن النتيجة في موعد أقصى 15 من شهر نوفمبر الجاري. ونتابع معكم مشاهدين على مدار الساعة عملية فرز الأصوات، والتي بدأت بالفعل بعد غلق صناديق الاقتراع في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، أي مرة أكثر من الساعة على غلق صناديق الاقتراع. وتتم عمليات الفرز أولا بأول في اللجان العامة. سنرصد لكم عمليات الفرز على مدار هذه الفترة القادمة في هذه العملية الانتخابية التي شهدت مشاركة من قبل مختلف فئات وطوائف المجتمع، مختلف الأعمار، مشاركة من الشباب وكبار السن، أيضا مشاركة من السيدات وذوي الهمم في هذه الانتخابات. مباشرة مشاهدينا الكرام نتابع معكم عبر الشاشة عمليات الفرز تحديدا في شبرا وأيضا في دمياط. وللمزيد من المتابعة ينضم إلي أحمد سعد الدين مباشرة من دمياط، ومتابعاته لعملية الفرز إليك أحمد. تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينا الكرام. بالفعل أجدل الستار عن هذا الماراثون الانتخابي في محافظة دمياط، وتم انتهاء الفرز في مختلف اللجان. معكم تحديدا من مقر اللجنة 149 بمحافظة دمياط، مقر المعهد، لجنة المعهد النموذجي الابتدائي بمحافظة دمياط. هذه اللجنة بها حوالي 3200 صوتا انتخابيا. بالفعل يعني انتهى هذا المشهد الانتخابي، وسوف يقوم سيادة المستشار شريف أبو علي الآن على الهواء مباشرة بإعلان هذه النتيجة بعد أن قام بانتهاء من أعمال الفرز والتأكد من سلامة الأطفال البلاستيكية وأرقامها المحررة بالمحضر، ومراجعة هذا الفرز وتجميع الأصوات الصحيحة، وكذلك تجميع الأصوات الباطلة. وهناك نموذج يسمى 11-20، هذا النموذج به اسم كل مرشح، هذا النموذج يتم كتابة اسم كل مرشح أمامه وعدد الأصوات في هذا النموذج، ومن ثم يتم إعلان هذه النتيجة وكتابة هذه النتيجة في محضر يتم تحريره خلال هذه اللجنة. واتباعا يقوم سيادة المستشار بتسليم هذه النتيجة ومحضر جرد هذه النتيجة إلى اللجنة العامة. إعلان هذه النتيجة معنا على الهواء سيادة المستشار شريف أبو علي، يعني عايزين نتعرف من حضرتك عن هذه النتيجة وفرز الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللجنة 149 ومقرها المعهد الابتدائي النموذجي بالمنطقة الأزهرية بدمياط. المقيدين باللجنة 3204، الحضور 503 بنسبة 15% تقريبا. بالنسبة للفردي الأصوات الباطلة 56 صوت، والأصوات الصحيحة 447 صوت. بالنسبة للناخبين، بالنسبة للمرشحين، وهم عدد 40 مرشح، وقد حصل كل مرشح على الأعداد الأصوات التالية: الأول 34 صوت، الثاني 23 صوت، الثالث 253 صوت، الرابع 5 أصوات، الخامس 38 صوت، السادس 4 أصوات، السابع 19 صوت، الثامن صوتان، التاسع 67 صوت، العاشر 0، الحداشر 3 أصوات، 12 219 صوت، 13 4 أصوات، 14 7 أصوات، 15 0، 16
7 أصوات، 17 صوتان، 18 5 أصوات، 19 صوت، 20 3، 21 صوتين، 22 9 أصوات، 24 5، 25 3 صوت، 26 7، 27 صوت 1، 28 5، 29 10 أصوات، 30 5 أصوات، 31 صوت، 32 16، 33 4، رقم 34 7 أصوات، 35 58 صوت، رقم 36 صوت 1، رقم 37 صوتان، رقم 38 5 أصوات، 39 4 أصوات، رقم 40 30 صوت، رقم 41 23 صوت. أما بالنسبة للقائمة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، الحضور 503، الباطل 123 صوت، الصحيح 380 صوت. حصلت القائمة الأولى وهي القائمة الوطنية من أجل مصر على 219 صوت، والقائمة الثانية أبناء مصر على 161 صوت. شكرا. معالي المستشار، يعني الإجراءات المتبعة بعد ذلك يا فندم؟ احنا دلوقتي بنكمل المحاضر وبعد كده هنسجل كل البيانات ونتوجه إلى اللجنة العامة، ودي مقرها مركز الشباب بدمياط اللي هي الساحة الشعبية، عشان نسلم النتائج إلى اللجنة العامة اللي هتقوم بدورها بتجميع النتائج ثم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بإجمالي النتائج بعد تجميعها بجميع اللجان الدائرة الأولى ومقرها قسم أول دمياط، وبتجمع مركز دمياط وقسم أول وسنة دمياط ورأس البر ومدينة دمياط الجديدة ومركز كفر البطيخ. كل شكر يا فندم، يعني كل شكر التوفيق. يعني هذا هو المشهد الانتخابي في محافظة دمياط، وبالفعل أزل الستار عن هذا المشهد الانتخابي بانتهاء الفرز في اللجان الفرعية، ومن ثم يتم الانتقال إلى اللجان العامة لتسليم محاضر النتائج وتسليم النتائج المختلفة. نتحدث عن 174 مركز انتخابي يضم 334 لجنة فرعية في محافظة دمياط. جميع هذه اللجان تجمع أصواتها في من خلال المحاضر الذين يحررهم السادة المستشارين في اللجان المختلفة، ومن ثم يتم الانتقال من هذه اللجان المختلفة إلى اللجنة العامة بمحافظة دمياط، وتعلن من خلالها النتيجة، ومن ثم أيضا تسلم هذه النتيجة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، ويتم إعلانها إعلان نتائج المحافظات المختلفة 13 محافظة، يعني خلال هذه المرحلة يتم إعلانهم خلال مؤتمر صحفي من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أحمد سعد الدين، متابع لعمليات الفرز من دمياط. ومشاهدينا بالطبع هذا الاستحقاق الانتخابي الهام هو لاختيار أعضاء مجلس النواب، هذا المجلس الذي له دور هام جدا في الحياة السياسية ليس في مصر فقط بالطبع، لكن في أي دولة من دول العالم يعد من المجالس الأساسية والمهمة. نتابع معكم على الهواء مباشرة، كاميرا النيل تنقل لقطات حية من داخل لجنة في شبرا وأيضا لجنة أخرى في بورسعيد لمتابعة عمليات الفرز، والتي بدأت منذ غلق صناديق الاقتراع وغلق اللجان واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتأكد من هذه الصناديق ويعني سلامة الإجراءات الخاصة بها، وبالتالي تتم عمليات الفرز. مجلس أنواب، هذا المجلس الهام كما ذكرت له مجموعة عديدة من الاختصاصات تتمثل هذه الاختصاصات وعلى رأس الأولويات في التشريع وإقرار المعاهدات والاتفاقات. أيضا مجلس أنواب له دور في إقرار الخطة والموازنة
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أيضا يلعب دورا هاما في مناقشة بيان رئيس الجمهورية وتعديل الدستور وإعلان حالتي الحرب أو الطوارئ لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب. هذا المجلس مشاهدينا بيتشكل من 568 عضو وبيتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعد في النظام الفردي و284 مقعد في نظام القوائم المغلقة المطلقة. أيضا هناك عدد من المقاعد يقوم بانتخابها أو بتعيينها رئيس الجمهورية لا تزيد نسبتها عن 5% من الأعضاء بمجلس النواب. وكما تابعنا منذ أسبوعين تقريبا كانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب واللي تمت في 14 محافظة وتم الإعلان بالفعل عن نتيجتها في مختلف الدوائر في مؤتمر صحفي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن المنتظر في هذه الانتخابات أيضا أن يتم إعلانها من قبل إعلان نتيجتها من قبل الهيئة في موعد أقصى 15 من شهر نوفمبر الحالي. على مدار اليومين الماضيين تابعنا المشهد الانتخابي بشكل عام الذي حظي بإشادة من الجهات والمنظمات الدولية التي كانت تتابعه وكانت تتابع الإجراءات الاحترازية المتخذة وأيضا سلامة الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، سلامة صناديق الاقتراع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بأن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بشكل صحيح في هذه اللجان المنتشرة بالطبع في محافظات الجمهورية المختلفة. شاهدنا أيضا من خلال متابعات مراسلين في مختلف هذه المحافظات الحرص من مختلف الفئات والأعمار على المشاركة في هذه الانتخابات اللي بالطبع بتحظى فيها المرأة بنسبة كبيرة وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، ستحظى بنسبة كبيرة في مجلس النواب تصل ل 25% وأيضا نسبة حددت لذوي الهمم ونسبة للشباب إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة بالطبع في المجتمع وبأهمية صوتها في مختلف القضايا و الأساسيات المسؤول عنها مجلس النواب. أيضا أهمية الشباب الذين لابد أن يقدموا رؤية ربما مختلفة قليلا عن رؤية الكبار الذين ينتخبون في هذا المجلس، دورهم الأساسي هو توصيل صوت الشباب من خلال تواجدهم في مجلس النواب. نتحول معكم مباشرة لشبرا وزميلتنا مراسلة النيل ولاء الحديني ومتابعتها لعمليات الفرز لديها. إليك ولاء، وآخر التطورات لديك في عملية الفرز في اللجنة التي تتواجدين بها. يعني تحياتي لك وتحياتي للسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار في كل مكان. أتواجد الآن هنا في اللجنة رقم 18 في المركز الانتخابي وهي المدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا أحد أقسام الدائرة الثانية، هي دائرة شبرا محافظة القاهرة. الآن تم الانتهاء من الحصر العددي للأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة سواء بالنظامين القائمة والفردي في هذه اللجنة وهي اللجنة رقم 18. والآن سيقوم المستشار محمد حسن بدوي بإعلان نتيجة هذه بإعلان الحصر العددي للأصوات الباطلة والصحيحة للنظامين القائمة والفردي لهذه اللجنة. اللجنة 18 مدرسة التوفيقية، تمام، دي تابعة للجنة العامة رقم 2 مقر عروض الفرج. إجمالي عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أولا هم 5598، يعني دول المفروض إن هم من حقهم يجوا يطلب أصواتهم في اللجنة رقم 18. إجمالي من صوتوا حوالي 1050. الأصوات الباطلة 187، الصحيحة 861. نسبة الحضور يعني تتقارب من 22% تقريبا، دي بالنسبة للأصوات المدعوة للانتخاب طبعا في النظامين الفردي والقائمة. بالنسبة للقائمة الأعداد الباطلة 214 والصحيحة 834، طبعا نفس نسبة الحضور لأن اللي بيجي بيدلي بصوته في الفردي وفي القائمة.
في نفس العدد يعني. يعني سيادة المستشار، إذا تحدثنا عن رؤية حضرتك للفئات الأكثر إقبالا على مدار اليومين في العملية الانتخابية، هو في نسبة شباب النهاردة حضرت، امبارح تقريبا كان أكثرهم سيدات وكبار سن، لكن النهاردة في نسبة شباب كبيرة حضرت وشاركت في العملية الانتخابية. شكرا شكرا. يعني هذه كانت هي كان الحصر العددي لهذه اللجنة، وهي اللجنة رقم 18 في هذا المركز الانتخابي بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين بحي شبرا. شبرا هي الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة. يعني بالفعل كما ذكر سيادة المستشار، الشباب كان لهم نصيب الأسد من المشاركة في هذا المركز الانتخابي على مدار اليومين، وأيضا كان هناك مشاركة كبيرة من قبل المرأة في هذا المركز الانتخابي. مستمرون معكم على مدار الساعة لنقل الحصر العددي لباقي اللجان الفرعية، وبعد ذلك سيكون هناك حصر كامل في اللجنة هنا، اللجنة عامة داخل هذا المقر بحي شبرا. نعم إليك. أشكرك شكرا جزيلا ولاء الحديني من إحدى اللجان في شبرا. وكما ترون مشاهدينا، فإن عمليات الفرز مستمرة في مختلف اللجان في 13 محافظة التي أجريت فيها هذه الانتخابات على مدار يومين. وكما تابعنا، فإن هذا المجلس يختلف يعني النسبة الكبيرة التي ستحصل فيها المرأة به على مقاعد. خلال هذه الدورة ترشح عدد كبير من السيدات، وصل عددهم ل 627 سيدة ترشحوا لانتخابات مجلس النواب الحالي، 347 منهم تنافسنا على المقاعد الفردية، كان منهم 303 مرشحات مستقلات في مقابل 44 سيدة ترشحت عن أحزاب سياسية، وذلك في مجمل الترشيحات التي كانت سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من انتخابات المجلس. لذا يبرز دور المرأة في هذه المرحلة الهامة، دورها أيضا تحت قبة البرلمان في إصدار قوانين وتشريعات ملحة تنتظرها الدولة في المرحلة المقبلة، أيضا قرارات الخطة والموازنة وغيرها من الاختصاصات والرقابة على السلطة التنفيذية، حتى نستطيع الخروج بهذا الوطن من أي عوائق أو مشكلات، ونضع القوانين التي تجاري أيضا روح العصر والتطورات التي تحدث على مختلف الساحات. دعونا نتحول مباشرة لبورسعيد، وتنضم إلينا من هناك أسماء حسن من إحدى اللجان. أسماء، إليك ومتابعاتك لعمليات الفرز منذ غلق صناديق الاقتراع والإجراءات التي تمت منذ غلقها وحتى الآن. تحية لك في البداية ليلى، تحية للسادة المشاهدين. بالفعل نتواصل معكم من اللجنة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، هناك لجنتان، اللجنة العامة الأولى واللجنة العامة الثانية، كل واحدة تختص بدائرة مختلفة، الدائرة الأولى والدائرة الثانية. الدائرة الأولى تشمل ضواحي العرب والشرق وبور فؤاد وغيرها من الضواحي، الدائرة الثانية تشمل حي الزهور والمناخ وبعض الضواحي الأخرى. بدأت اللجان الفرعية والتي يصل عددها 172 لجنة فرعية هنا في محافظة بورسعيد، بدأت تأتي للجنة العامة لتسليم تجميع الأصوات المختلفة، وبدأ بالفعل رؤساء اللجان الفرعية يأتون للجنة العامة لتسليم الأصوات. أؤكد لك أن على مدار اليومين في محافظة بورسعيد شهدت إقبال ربما مختلف في بعض اللجان، ولكن الدائرة الثانية والتي شملت عدد من الضواحي شهدت إقبال كبير، وخاصة من المرأة والشباب والصيادين وبعض المزارعين. الدائرة الأولى ربما اختلف الإقبال نظرا لأن البعض كان لديهم أعمال وهذه الأحياء راقية نسبيا. لا نستطيع أن نغفل دور القوات التأمين التي استمرت على مدار اليومين في تأمين العملية الانتخابية وتسهيل كافة الإجراءات لمساعدة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
بالنسبة للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات التزم بها الجميع على مدار اليومين، سواء السادة القضاء أو أعضاء اللجان الفرعية وكذلك الناخبون في عملية التصويت. نستطيع أن نقول كرة الجنوب وكرة الغرب شهدت إقبال كبير من المرأة والتي تصدرت المشهد الانتخابي على مدار اليومين. بعض ممثلي المنظمات الإقليمية وتحديدا بعض ممثلي جامعة الدول العربية أشادوا بسير العملية الانتخابية وكذلك أشادوا بالتزام الكل بالإجراءات الاحترازية وتأمين العملية الانتخابية. على مدار اليومين أيضا كافة الأجهزة التنفيذية سواء محافظة بورسعيد أو حتى وزارة الصحة من خلال توفير سيارات الإسعاف وكل الأجهزة التنفيذية عملت على خروج المشهد الانتخابي بشكل جيد. بالتأكيد رأينا في خلال اليومين في محافظة بورسعيد إقبال الرجال والسيدات والشباب وذوي الهمم. لا نستطيع أن نغفل مساعدة رجال القوات المسلحة رجال الشرطة عفوا في توفير الكراسي المتحركة ومساعدة كبار السن في الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم. في حتى هذه اللحظة ما زالت اللجنة العامة سواء اللجنة العامة الأولى أو الثانية مستمرة في استقبال السادة رؤساء اللجان الفرعية في استقبال الأصوات المختلفة و العدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار اليومين. أذكر السادة المشاهدين أن عدد الذين يحق عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في محافظة بورسعيد يصل إلى 515,790 ناخب وناخبة موزعين في 172 لجنة فرعية في 98 مركز انتخابي. ما زالت اللجنة العامة تعمل على قدم وساق للخروج بالعملية الانتخابية وتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات بالتأكيد النتائج النهائية لها. إليك مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا أسماء حسن مراسلة أنيل، كنت معنا مباشرة من بورسعيد. إذا مشاهدينا هذا هو المشهد حتى الساعة، عمليات الفرز تتم في مختلف المحافظات في 13 محافظة التي جرت فيها الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. عمليات الفرز مستمرة ومتابعتنا مستمرة لها أيضا، ولنا وقفة حوارية رئيسية وخاصة حول هذا الموضوع وانتخابات مجلس النواب وأهمية هذا المجلس بالطبع وكيف بدأ المشهد الانتخابي على مدار اليومين الماضيين. لكن دعونا مشاهدينا نتحول لجولة إخبارية لرصد أبرز الأخبار على الساحة المحلية التي شهدتها مصر اليوم، منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح وأكد الرفض التام لجميع الأعمال الإرهابية أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف. هذه التصريحات جاءت خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بحضور وزير الخارجية سامح شكري وأيضا السفير الفرنسي بالقاهرة. الجانبان استعرضا سبل مواجهة التطرف والكراهية. من ناحية أخرى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم أيضا بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية بتبلغ مليار جنيه. نتعرف على المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا.
وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي من جانبه احترام فرنسا وتقديرها لكافة الأديان ومبادئها وقيمها، وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف الآخذ في الانتشار، لا سيما في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال، إلى جانب نهجها في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر، مشيدا في هذا الصدد بجهود مصر تحت قيادة السيد الرئيس لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كافة الديانات. من جانبه أكد السيد الرئيس الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان ومد جسور التفاهم والإخاء وعدم المساس بالرموز الدينية، معربا سيادته عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف، ومشيرا إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تفهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ، وأن مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات، استنادا إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة. من جانبه أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري الهام لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للسيد الرئيس في هذا الإطار، حيث ساهمت الخطوط المعلنة من جانب سيادته في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق مكثف بين البلدين في هذا الملف الهام. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها شرق المتوسط وسوريا، حيث تم التوافق في هذا الصدد حول تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. وقد أكد السيد الرئيس على أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء وبداية العام الدراسي الحالي. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالبدء في تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية 1 مليار جنيه لتشمل البرامج التالية: تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة وملابس وتجهيزات استعدادا لفصل الشتاء، وذلك لصالح 1 مليون مواطن. مساعدة ودعم عدد 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها. تنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوي لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسي متحرك للمعاقين وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام. دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية. تزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتي سوف يستفيد منها 3000 طالب. تنشيط صناعة النول المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لعدد 3000 أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.
وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار بالانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعي واقتصادي داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا، وأكد في ختام هذه الجلسة موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية، هو أن الخروج من تلك الأزمة يتم عن طريق الحوار الليبي واستعادة الدولة لمؤسساتها والحفاظ على الأراضي الليبية. أما الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فقد صرح أن الإرهاب هو صنيعة دولية، أن العالم العربي هو المسرح الذي تنفذ عليه جرائم الإرهاب. أيضا أضاف الإمام الأكبر خلال استقباله اليوم وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بمشيخة الأزهر أن الإرهاب في اعتقاده بندقية بالإيجار تلعب بها الدول وتتناقلها، والضحية هنا يكون المسلمون والعرب. أشار أيضا إلى الاستعداد الكامل للتعاون من أجل القضاء على التطرف والإرهاب، وشدد شيخ الأزهر على أنه حين يكون الحديث عن الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجيد التحدث بدبلوماسية. على الجانب الآخر أكد جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن فرنسا تكن احترام عميق للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية. الوزير الفرنسي قال في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر وذلك عقب لقائه فضيلة الإمام الأكبر اليوم إن المؤمنين المسلمين في فرنسا هم جزء متكامل من المجتمع الفرنسي وبإمكانهم أن يمارسوا شعائرهم في مناخ يتطلب الحماية من الدولة، وأضاف أن المعركة الوحيدة اللي يجب أن نحاربها بجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هي ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية. وبالعودة مرة أخرى لانتخابات مجلس النواب، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد أكد في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار انتظام عملية التصويت على مدار اليومين وعدم تسجيل غرفة العمليات أي شكاوى تؤثر على العملية الانتخابية. نتابع هذه التصريحات. حتى هذه اللحظة الذي أتحدث كما فيها لم تتقدم بأي شكوى أو رصدتها غرفة عمليات الهيئة، ولا يوجد أي شكوى قدمت إلا شكاوى غير مؤثرة في العملية الانتخابية. أنا كهيئة وطنية انتخابات أتوجه بالشكر لجموع الناخبين الذين نزلوا وأدوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، لأن هذا بيؤكد حبهم وولائهم لوطنهم مصر، كما أنه يؤكد أنهم راغبين في استكمال مؤسسات الدولة الدستورية.